بيشتغل نظام التسجيل المسبق للشحنات عن طريق مراحل تدريجية. يدرج المستورد المصري البيانات الأساسية لشحنته باستخدام التوقيع الإلكتروني ومن خلال طلب الحصول على الرقم التعريفي ACID ACID واللي بيحصل عليه عن طريق البوابة الإلكترونية لمنصة نافذة. وبعدها بتعدي كل البيانات دي على نظام إدارة المخاطر لمنع أي تهديد أمني محتمل على بلدنا. ثانياً عن طريق نافذة بيتم إصدار الرقم التعريفي للشحنة ACID ACID وبيتبعت للمصدر والمستورد والبنك، وبتكون مدة صلاحية الرقم التعريفي ده 3 شهور من تاريخ صدوره. ثالثاً بيبعت المصدر الأجنبي بيانات الشحنة إلكترونياً سواء كانت الفاتورة التجارية أو بوليصة الشحن، واللي هتمر عن طريق سلسلة الإمداد بلوك تشين، وعن طريقها بتستقبل نافذة كل البيانات المتقدمة. رابعاً بيراجع المستورد المصري وبيقر بصحة بيانات الشحنة اللي قدمها المصدر إلكترونياً. خامساً بتبدأ عملية التخليص المسبق وإصدار رقم الإقرار الجمركي في حال رغبة المستورد قبل وصول الشحنة، ودي خطوة اختيارية. سادساً يقدر المستورد المصري يسدد الرسوم المقررة في حال رغبته قبل وصول الشحنة، ودي خطوة اختيارية. وصول الشحنة للمواني المصرية وتفريغها. سابعاً بيتم عمل إجراءات الكشف والمعاينة. وأخيراً بنوصل للمرحلة الأخيرة، مرحلة خروج الشحنة من المنفذ الجمركي.